هشام 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 انت شو مقعدك هني؟ ابوك قاعد تحت ناطرك. قوم يلا حبيبي، قوم يلا يا بابا، يلا يا بابا وراك مدرسه. قوم هشام قاعد اسولف معاك، رد علي. هشام تلاشت أحلامك أو أن الأمل انهار، نصنع غدنا ونعطره بالعزم وبالإصرار. سيظل الحلم يداعبنا لن يذبل مهما صار، فضمائرنا صرخت فينا كي تسعدنا الأقدار. من صنعك أنت حياتك قم، إن التغيير قرار، إن التغيير قرار. التسلط والعنف أحياناً يكون مصدره داخل البيت، وأحياناً يكون مصدره المجتمع. يومياً نشوف نماذج من هالأطفال اللي عندهم مشاكل نفسية وسلوكية، ويمكن بعضنا شاف أطفال أو حتى شباب شلون كبرت مشاكلهم معاهم ووين وصلت. في التربية الحزم مطلوب، لكن العنف والتسلط مرفوض تماما. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. من فيكم يقوم ويقرأ لي بيت الشعر للشاعر أحمد شوقي؟ يلا هشام قوم 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 هشام، اقرأ البيت اللي وراي. قوم قوم قم المعلم وفي تبجيله، كاد المعلم أن يكون رسول. عود طشاني حكه. اقعد اقعد ايوه اقعد اقعد، من فيكم سالف احسن منه؟ والله العظيم هذا ما له اي كوكب انت والله العظيم. من غيره من غيره يقرا لنا البيت. شفت
شلون ضحكوا عليه الأولاد في المدرسة؟ هذا نوع من أنواع التنمر. التنمر هو أي فعل جارح. التنمر ممكن يكون لفظي مثل ما شفنا في المشهد، وممكن يكون جسدي بالضرب والدز، وممكن يكون اجتماعي، بمعنى أنه هو يتجنبه في المدرسة أو في الاجتماعات العامة، أو يحرض ربعه أنه يتجنبونه أيضاً. في بعد التنمر عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناته التنمر الإلكتروني. التنمر ممكن يكون في أي مكان، ممكن يحدث في أي مكان، في المدرسة، في البيت، في العمل، وحتى في الشارع. هشام نموذج لطفل تعرض للضحك من زملائه في المدرسة بسبب تأتأة في النطق، وفي غيره أطفال تعرضوا لنفس الفكرة ولكن في مواقف مختلفة. شنو اللي وصل هشام إلى هذا النوع من المعاناة؟ وهل البيت وتربية والدينه وأسلوبهم أهو السبب؟ يا ترى متى تبدي هذه النوعية من المشاكل تظهر؟ ومنو اللي ساهم فيها؟ وبرأيكم هل العنف والتسلط من قبل الغير على طفل نفس هشام بيكون له أثر؟ أنا اسمي هشام، عمري 12 سنة، بس عشان ما تضحكون علي أنا بكتب لكم أحسن. أسباب التنمر وايد كبيرة، تبدأ بأسباب شخصية. على سبيل المثال، المعتدي أو الشخص اللي يقوم بالتنمر يكون هو نفسه قد تعرض للتنمر بالسابق، أو يكون ضحية لأسرة متفككة، عنف منزلي، طلاق أو غيره. الضحية هو الحلقة الضعيفة، لأنه يكون مختلف عن الآخرين لسبب من الأسباب، أو أنه يكون عنده عدم القدرة على مواجهة الآخرين. ولكن أهم أسباب التنمر هو المجتمع، المجتمع اللي ما في قوانين رادعة، وإذا في قوانين لم يتم تطبيقها بالشكل الفعال. وكذلك إذا كان المجتمع أو الأم أو الأب أو الأسرة تعطي قدوة سيئة للأطفال. طبعاً التنمر الآن أصبح ظاهرة متفشية عندنا، وهو طبعاً المقصود فيها القشمرة أو الضحك، ولا يعلم أن بعد هذا التنمر أن هنالك عقوبات رادعة لهذا الشخص المتنمر. طبعاً يعني كل موضوع على حذاء قانون يخص هذا التنمر. إذا كان التنمر ضد طفل، فإن قانون حماية الطفل يعاقب هذا المتنمر وفق هذا القانون. وأيضاً إذا كان على الأشخاص البالغين، فإن قانون الجزاء يعاقب هذا الشخص على هذا الفعل اللي هو التنمر. طبعاً التنمر قبل أن يكون محرم قانوناً هو محرم شرعاً، ولا يجوز الاستهزاء بالناس من أجل الضحك أو القشمرة عليهم أو جعلهم مادة للسخرية. هذا راح يكون معاه يعني إلى أن يكمل من العمر ويتذكر هذه المواقف اللي كانت في يوم من الأيام. هذا الشخص المتنمر يعتقد أن هذه هي عبارة مجرد ضحك، ولا يعلم أن هذا تسبب في جرح شخص يعني ما له سبب في هذا الجرح. شفت شنو يصير لما ترمي صخرة بالماء وتنتشر حوالينها موجات تنتشر لمكان أبعد من المكان اللي رميت فيه الصخرة؟ هذا هو الأثر اللي سبب التنمر. التنمر للأسف يؤثر بشكل سلبي على أجيال عديدة، ويؤثر على ناس أبعد بكثير من الضحية وأبعد من المعتدي. على سبيل المثال، الضحية يكون عرضة للإصابة بأمراض الاكتئاب
والقلق وأحياناً الخوف من الذهاب إلى المدرسة كلياً. والمعتدي نفسه يكون هو عرضة إنه في المستقبل يكون في علاقات سامة وعلاقات سيئة مع أصدقائه وفي عمله ومع المجتمع. كذلك لا ننسى إن المعتدي والضحية في يوم من الأيام رح يكونون آباء وأمهات المستقبل، وللأسف تتكرر الحلقة مرة ثانية. تفضل. عطني حبيبي خليني احط لك اكل. ايش الاكل هذا؟ ما في ملح؟ شفيك عشان ما تاكل؟ اكل! شبعان! قول شبعان! سهلة شبعان! تحت الفريايين! مو شب 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 شب! بعدين تعال! انت شو ماكل بالمدرسة بالله! اللي هي شبعان ها؟ دع الولد شوي! خلاص خلاص! عنا ما اكل ابو الطقاق! المدلع! يما شام حبيبي ايش رايك تاكل؟ انت مو ماكل شيء من الصبح. اكل. مو يعان شبعان بس عنك ما كليت طقاق. ما حد مخرب هالولد وقاعد يتعتع علينا وحالته حاله ويبس بس بدلعك. غبي انت اثول ما تشوف القيشه تحت ايدك. يبا انت لي متى بتعامل لي جي؟ يبا انت تعرف ان انا ما فيني شي، بس عطني فرصة اعبر عن اللي بداخلي. يبا هذه المشكلة بدأت لما انت كنت تضغط علي وكلها تصرخ علي. يبا اذا انت ما وقفت وياي مشكلتي راح تزيد. ما عليه ما عليه، انت توك صغير، هذه المشكلة اللي فيك راح تنحل لما تكبر، واحنا كلنا كذي يمكننا صغار كنا مثلك. على فكره كل يوم اتوقع ان انت راح توقف وياي، بس كل يوم تصدمني ان تصرخ علي اكثر. اذا بتظل تعاملني كذي مشكلتي ما راح تنحل، وانا وصلت لمرحله اني صرت ما احب اسولف ولا احب اروح المدرسه. سبتك انت يا اقول لك شيء، كل الناس اللي يضحكون علي يطنزون بسبتك لانك خليتني ضعيف قدامهم. انا لما اصارخ عليك واضغط عليك ابي قوي شخصيتك، ابيك تصير ريال. انت توك صغير ما تعرف. لا يبا انت قاعد تدمر شخصيتي، الحين انا ما عندي شخصيه. كل اللي قاعد تقوله انا ما لي علاقه فيه، مو انا السبب، انا ما لي شغل. لا انا ما لي شغل. لما نفكر بالتنمر أبيكم تفكرون بشكل مربع مغلق. كل مربع له أربع أركان، الركن الأول هو المعتدي، والركن الثاني هو الضحية، والركن الثالث هو الشاهد اللي شجع على التنمر، لأنه لما ما سوى شيء وما حمى الضحية إنه حقق جمهور حق المعتدي. والجزء الرابع هو المجتمع. عشان نواجه التنمر لازم نواجه كل هالأركان في نفس الوقت وبشكل يناسب العمر ويناسب الثقافة المحلية. عشان كذي التنمر منتشر في مجتمعنا، لأن كل محاولات مواجهة التنمر تواجه التبعات وليس أسباب التنمر. عشان نواجه التنمر
أولاً نفكر في الأسباب اللي خليته يكون معتدي، وبعدين نخليه يتغير من الترهيب والتخويف إلى شخصية ريادية قائدة تساعد الآخرين. الضحية نحاول نغير ردود فعله السلبية إلى ردود فعل إيجابية تحمي نفسه وتتفادى التنمر وتقدر تطلب المساعدة. وأيضاً الشاهد اللي مو قاعد يسوي شيء نحاول نغير فيه الأنانية والسلبية إنه هو يطلب المساعدة، يحمي الضحية ويحاول يوقف المعتدي. وحين انتباه مع كلمة الأخصائي الاجتماعي أستاذ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير أبنائي الطلاب أخواني المعلمين. اليوم مثل ما تعرفون هو اليوم العالمي للمعلم، ولهذه المناسبة أحب أوضح دور المعلم. دور المعلم ما يقتصر فقط على تقديم المادة العلمية، بل دور المعلم أبعد من ذلك. المعلم هو اللي يزرع فينا القيم، هو اللي يزرع فينا الثقة في النفس، هو اللي يزرع فينا طموح، وبدون هدف واضح ما راح نوصل ولا راح ننجح ولا نحقق أي إنجاز في حياتنا. ولهذه المناسبة في أحد الطلاب المتميزين حاب يقدم كلمة، فليتفضل نسمع له تحية كبيرة. أشكر إدارة المدرسة أنها عطتني فرصة أني أقدر أتكلم قدامكم. أنا كانت عندي مشكلة والحمد لله فضل الله ثم فضل أبوي انحلت المشكلة، لأن أبوي خلى عندي ثقة عالية وقام يشجعني. وأشكر بعد رفيدي صالح اللي خلى عندي ثقة عالية لما أتكلم. ترى مو عيب أن لساني غلط، بس عيب أنه ما يحل مشكلته. وحافظ وجهي كلمة صدق. شكرا انك عطيتني فرصة ذاك اليوم اللي خليتني اتحدى نفسي واقدر اتكلم قدام الناس. وحاب اقول لك هذا الشعر: قم المعلم ووفه تبجيله، كاد المعلم ان يكون رسوله. يعطيك من العافية. شفنا وسمعنا اعترافات هشام، وعرفنا أسباب وصوله لحالة التأتأة اللي عنده وشن هي أسبابها. كم هشام عندنا في المجتمع، وكم أب وأم أو مدرسين شاركوا في زيادة الحالة عند طلبتهم أو حتى عيالهم. العنف والتسلط وتعمد إساءة الطفل إذا ما كسرته تجرحه وتترك أثر يبين لما يبدأ يكبر، وإحنا أكيد ما نبي نجرح أو نكسر عيالنا. أهم أمانة عندنا وإحنا مسؤولين عنهم وعن تربيتهم. وتذكروا إن حياتكم نتاج قراراتكم.